أهلا بيكم في محطة جديدة من محطات رحلة ديجيتال دوكيمنت كنترول. لو ما تعرفنيش فأنا إسلام يسري، سيستم ديفلوبر في شركة سيكتورز كونستراكشن، والفيديو ده هنتكلم فيه عن الجانب التطبيقي للجنرال سيت اب داتا في اوتو دوكومنتيف سوفت وير، والتركيز هنا هيكون على السيت اب اوف بروجكتس. يلا بينا نكليك على بروجكت سيت اب، بعد كده اد بروجكت، هندخل كود المشروع ويكون طبقا للكودينج سيستم بتاع الشركه وما تكررش مرتين، واسم المشروع وموقع المشروع وتاريخ البدايه والنهايه المتفق بين عليه بين الاطراف اللي هيشتغلوا في المشروع، سواء مالك او استشاري او مقاول. وبعد كده البروجكت تايب، هو مشروع ام اي بي ولا فيت اوت ولا فول كونستراكشن ولا اذرز. وبعد كده الابروفال ميكانيزم، هنختار هارد كوبي ورك فلو، ندوس اد. كده بيانات المشروع كلها نزلت. هنحتاج نعمل خطوة بعد كده، وهي ان احنا نقصين الزونز او الستاف والكمبانيز. فعشان نقصين الزونز هندخل الكود بتاع الزون واسم الزون، مثلا الفيرست فلور هتكون الكود بتاعها اف اف، والسكند فلور هيكون الكود بتاعها اس اف. ده على تصور ان المشروع مبنى مثلا. بعد كده بندخل الستاف بتاع المشروع، بندخل الاسم والوظيفة عشان بنحتاجهم بعد كده، هنشوف ازاي. واخر حاجة بنقصين الشركات اللي هتشتغل في المشروع عشان برضو بنستفيد منهم قدام، فبنختار الشركات اللي احنا كريتناهم في الكمبانيز. ارجع للكمبانيز فيديو هتلاقيهم. دمتم طيبين، واشوفكم في المحطة الجاية. سلام.